ايه اللي بيميز مهرجان اسكندرية عن باقي المهرجانات؟ اللي بيميز اسكندرية عن اي مدينة مصرية، اللي بيميز اسكندرية عن اي مدينة في العالم، هو اللي بيميز مهرجان اسكندرية. مهرجان اسكندرية بيكتسب اهميته من قيمة هذه المدينة الضربة في جذر التاريخ، بقالها اكتر من 2500 سنة تفجر على ارضها يعني شرارات علمت الإنسانية كلها علوما وأدابا وفنا، وبالتالي المهرجان بتاعها لازم يبقى مهم، لأنها مدينة كان في وقت من الأوقات مدن العالم بتتمنى تبقى زي اسكندرية. حضرتك دايما مواظب على مهرجان اسكندرية، عايز أعرف إيه اللي حضرتك بتأمله يبقى موجود الجديد في المهرجان؟ بأمل أنه يبقى فيه مشاركات دولية أكتر، بأمل أن تبقى فيه أفلام ما نعرفش نشوفها في حتة تانية غير المهرجان، بأمل تبقى فيه مشاركة للسينمائيين المصريين والعرب أكتر، بأمل دراسات عن أحوال السينما وعن مبدعينا الكبار، بأمل في التطور اللي هو الطبيعي يعني. عايزة أعرف بس آخر أعمال حضرتك وحضرتك مختفي شوية. أنا بجهز فيلم جديد اسمه السر 21 وعاكف دلوقتي على يعني على تعديلات السيناريو بتاعته.